السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. نعم، كان عندي سؤال فضلتك. هل المصلي إذا مر أحد الناس بين يديه، هل إذا لم يمنع هل عليه إثم أم لا؟ نعم خلاص، نعم ليس عليه. كان في سؤال ثاني بعد إذن فضلتك. عفوا. نعم يا سيدنا، كان في سؤال ثاني. اصبر علي أجيبك. تفضل يا سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القرين. يعني ينبغي أن تمنعه، لكن ليس قتال بالسيف، يعني تمنعه من المرور إذا كنت اتخذت سترة. نعم نعم، لكن إن لم يمنعه هل يأثم؟ إن لم تمنعه لا نقول تأثم، أمر الرسول كده فليمنعه. يعني هل مثلا إذا بنيناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت أم سلمة ومرت زينب وعمر بن أبي سلمة؟ أين الحديث هذا؟ أين سنده؟ نعم؟ أين سنده؟ والله لا أتذكر الحديث. لا تذكر، يعني الأول تذكر، لا تستدل بشيء وهمي. نعم.